بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فتلكم هي الجنة، وراقبوه في السر والنجوى، فذلكم طريق الجنة. عباد الله، إن الله سبحانه قد حبانا بدين عظيم، وهدانا إلى صراط مستقيم فيه الغنية والكفاية، وبه السعادة والهداية، منه الأمن والسلام، من أقبل عليه أعزه الله بقدر ما تمسك وأخذ، ومن أعرض عنه أذله الله بقدر ما ترك وجحد. إن الدين قد كمل بالإسلام، فلا نفتقر بعده إلى رأي مخترع، ولا هوى مبتدع، ولا اتباع لأهل الصغار، ولا تشبه بالكفار. وإن النعمة قد تمت بالإيمان، فاكتملت الفرحة وتم السرور، فلا نحتاج بعد ذلك إلى موسم بدعي ولا عيد مخترع. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ديننا عباد الله خير الأديان وأفضلها، وأتم الشرائع وأكملها، جمع بين مصالح الأولى والأخرى. ديننا دين الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، ولا إسراف ولا تقتير، لا غواية فيه ولا رهبانية، ولا غلو ولا تقصير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فبالله عليكم، كيف يرضى المسلم لنفسه أن يضيع هذه المكانة التي جعلها الله عز وجل بين يديه، وأن يرضى بالهوان والكتاب والسنة نصب عينيه؟ أم كيف يرضى لنفسه الأبية أن يكون مقودا بعدما كان قائدا، وأن ينقلب مقلدا بعدما كان مرشدا؟ كيف يرضى لنفسه أن يصبح ضالا بعد أن كان دالا، وأن يصير عبدا منفذا بعدما كان سيدا؟ ولكنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ عباد الله، ليس بخاف عليكم مكر اليهود والنصارى بالأمة الإسلامية، ومحاولتهم القضاء على قيمها ومبادئها الأخلاقية. إنهم يبذلون في سبيل ذلك أعز أوقاتهم وأنفس أموالهم، سخروا لذلك العقول والطاقات، وسطروا المناهج والمخططات. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل: إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولقد والله أصابت سهامهم وأثخنت رماحهم ببعض المسلمين الإمعات، أتباع كل ناعق، المخدوعين بالحضارة الزائفة. فصرنا اليوم نرى مظاهر ما كنا نراه بالأمس القريب، صرنا نرى التفنن في السفور والإمعان في التبرج، صرنا نرى الجرأة على الدين والتبجح بالمعاصي. ناهيك عن التشكيك في ثوابت هذه الأمة وزعزعة مبادئ
مبادئها وأصولها وأمنها، وها هي جيوش الكفار وجنود الإلحاد تكر من جديد وتروج لعيد ما أمكره من عيد، عيد سموه بغير اسمه تلبيسا وتدليسا، سموه باسم شريف ليروج على التقي النقي العفيف، سموه عيد الحب وهو في الحقيقة عيد الخنا والرذيلة والعهر، ينشرون الرذائل في أثواب الفضائل، وهذه سنة إبليسية قديمة فضحها الله في كتابه وكشف أمرها لعباده، فقال عن مكر إبليس لأبينا آدم وأمنا حواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا المضل الخائن الذي يأتي في لباس الناصح الأمين، إنه لو جاء في ثوبه ما أدرك مطلوبه ولا وصل إلى إربه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا العيد النصراني انتشر بين بعض أبناء جلدتنا وتتبناه بعض المحلات التجارية، ويخدعون به المسلمين وينشرون فيه الهدايا والبطاقات والورود، لذلك وجب التحذير منه وتبيين حقيقته. فلهذا العيد حقيقة ينبغي أن تعلم وتاريخ ينبغي أن يفهم حتى لا يلتبس الأمر على المسلمين ويعرفون هذا العيد بصورته الحقيقية. زعموا أن الرومان الوثنية كانت تحتفل في يوم 15 من فبراير في كل عام، وكان هذا اليوم عندهم يوافق عطلة الربيع وفي تلك الآونة. والنصرانية في بداية دعوتها أصدر الإمبراطور كلايديس الثاني قرارا بمنع الزواج على الجنود، وكان رجل نصراني راهب يدعى فلنتاين تصدى لهذا القرار، فكان يبرم عقود الزواج خفية، فلما افتضح أمره حكم عليه بالإعدام وفي السجن، وقع في حب ابنة السجان، وكان هذا سرا لأن شريعة النصارى تحرم على القساوسة والرهبان الزواج وإقامة علاقات عاطفية، ولكن شفع له لديهم ثباته على النصرانية، حيث عرض عليه الإمبراطور أن يعفو عنه على أن يترك النصرانية ويعبد آلهة الرومان ويكون لديه من المقربين ويجعله صهرا له، إلا أنه رفض هذا العرض وآثر النصرانية، فأعدم في اليوم 14 من فبراير عام 70 و200 للميلاد. ومن ذلك الحين أطلق عليه لقب القديس فلنتاين، وبعدما انتشرت النصرانية في أوروبا أصبح العيد يوم 14 من فبراير، وسمي بعيد القديس فلنتاين إحياء لذكره، لأنه فدى النصرانية بروحه وقام برعاية المحبين زعموا. هذه قصة هذا العيد، ومع ذلك وللأسف الشديد غرر بكثير من الشباب والفتيات لضعف إيمان من بعضهم وجهل وغفلة من آخرين ونقص توجيه وإرشاد من الدعاة الناصحين، غرر بهم فاغتروا بهذا العيد وراحوا يحتفلون به. ومن مظاهر ذلك لبس الفساتين الحمراء وانتشار الورود الحمراء وتبادل التهاني والتحيات والهدايا والبطاقات وتذكر الزوجات، بل عدوا ذلك من علامات الإخلاص في الحب، وأن من لم يهنئ زوجته في ذلك اليوم أو لم يهدي لها هدية فليس بمخلص لها في حبها، فإلى الله المشتكى. ألا فليعلم هؤلاء وليعلم كل مسلم أن الاحتفال بهذا العيد محرم في دين الإسلام، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم المعتبرين، إذ لو كان هذا العيد من إحداث المسلمين لكان الاحتفال به حراما، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقوله عليه الصلاة والسلام
لما جاء إلى المدينة ووجد أهلها يلعبون في يومين هما من أعياد الجاهلية، قال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا، خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. إنه يا عباد الله لو كان هذا العيد من ابتداع المسلمين لكان الاحتفال به حراما، فكيف وهو من ابتداع الكافرين الضالين؟ فينبغي التأكيد على عقيدة الولاء والبراء ولوازمها، والتحذير من مشابهة أهل الكتاب في مظاهرهم وأعيادهم وأيامهم، ومن هذا الاحتفال بهذا العيد أو مشاركة المحتفلين به في احتفالهم أو الحضور معهم، لما سبق عرضه من الأدلة الدالة على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به، فلا يشركهم فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم. وينبغي الاهتمام بعدم إعانة الكفار على احتفالهم به بإهداء أو طبع أدوات العيد وشعاراته، لأنه شعيرة من شعائر الكفر، فإعانتهم وإقرارهم عليه إعانة على ظهور الكفر وعلوه وإقرار به، والمسلم يمنعه دينه من إقرار الكفر والإعانة على ظهوره وعلوه. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد، ولا إظهار الزينة. وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يجوز للتجار المسلمين أن يتاجروا بهدايا عيد الحب أو أي عيد من أعياد الكفار باللباس معين أو ورود حمراء أو غير ذلك، لأن المتاجرة بها إعانة على المنكر الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعتب عتبا كبيرا على من يتاجر من المسلمين برموز الاحتفالات بأعياد الكفار باستيرادها أو تصنيعها، كالذين يتاجرون بالزهور وتوفيرها في ذلك اليوم على صفة مخصوصة، أو أصحاب محلات الألعاب وتغليف الهدايا، فإن تجارتهم تلك ببيعهم مما يساعد على الاحتفال بأعياد الكفار، ويتخذ ذلك ذريعة إليها. لا ريب إنه من التعاون على الإثم والعدوان والمشاركة في نشر عقائد الكفار، وبحمد الله فإن لهم سعة وفسحة في غير ما يتخذ للاحتفال بأعياد الكفار لو أرادوا ذلك. ومما غرره أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقبل أي إهداء أو طعام صنع لمناسبة عيد من أعياد الكفار، ولهذا فإن المتعين على الآباء والأمهات أن يلاحظوا هذا الأمر على أولادهم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: عباد الله، لا يوجد دين يحث أبناءه على التحابب والمودة والتآلف كدين الإسلام، وهذا في كل وقت وحين، لا في يوم بعينه كما يفعله النصارى، بل حث على إظهار العاطفة والحب في كل وقت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، بل إن المسلم تمتد عاطفته لتشمل حتى الجمادات. فهذا جبل أحد يقول عنه عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم إن الحب في الإسلام أعم وأشمل وأسمى من قصره على صورة واحدة، وهي الحب بين الرجل وزوجته، بل هناك مجالات أشمل وأرحب وأسمى. فهناك حب الله عز وجل، وحب رسوله وصحابته، وحب أهل الخير والصلاح، وحب الدين ونصرته، وحب الطاعات المقربة إلى الله. فمن الخطأ والخطر إذا قصر هذا المعنى الواسع على هذا النوع من الحب. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية عن هذا العيد فأجابت بقولها، وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة، وعلى ذلك أجمع سلف الأمة أن الأعياد في الإسلام اثنان فقط، هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداهما من الأعياد سواء كانت متعلقة بشخص أو جماعة أو حدث أو أي معنى من المعاني فهي أعياد مبتدعة لا يجوز لأهل الإسلام فعلها ولا إقرارها ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة عليها بشيء، لأن ذلك من تعدي حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وإذا انضاف إلى العيد المخترع كونه من أعياد الكفار فهذا إثم إلى إثم، لأن في ذلك تشبها بهم ونوع موالاة لهم. وقد نهى الله سبحانه المؤمنين عن التشبه بهم وعن موالاتهم في كتابه العزيز، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وعيد الحب من جنس ما ذكر، لأنه من الأعياد الوثنية النصرانية، فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعله أو يقره أو يهنئ، بل الواجب تركه واجتنابه، استجابة لله ولرسوله وبعدا عن أسباب سخط الله وعقوبته. كما يحرم على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد المحرمة بأي شيء من أكل أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك، لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله والرسول. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتمسكوا عباد الله بدينكم واعتزوا به، ولا تتشبهوا بالكفار أهل الخسة والدناءة، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم ألهم هذه الأمة أمر رشدها، أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.